السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. الا كنت اول مره كتشوف قناتي وشكون المحتوى اللي كنقدم، ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وكنبغي نشكر اي وحده كتاخذ من وقتها وكتكتب لي تعليق، شكرا ليك، شكرا على التشجيعات ديالكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم خلطه الحنه اللي كتعطينا لون احمر غامق في نصف ساعه بمكون واعر، كتخلي الحنه ثابته على اليدين اسبوع او اكثر. هذه الخلطه غتنفعكم بزاف، سهله في التحضير، والاهم بالمكونات كلها طبيعيه بدون كيماويات ولا دوليو. خليكم تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تنال اعجابكم. على بركة الله غنبداو في تحضير منقوع اللي غنخلطو به الحنة. خلطة أكثر من رائعة، كتخرج لينا حنة حمراء. واحد الكسرونة، كندير الكركديه، هو اللي غيعطي لينا اللون الأحمر الغامق ويخرج لينا الحنة حمراء. كنضيف القرنفل أو المسمار، كيعطي لينا حتى هو لون احمر غامق. كنضيف جوج صوصة ديال الثومه، ثومه حمراء كنقطعها على جوج. ضروري ضروري بالثومه باش تثبت ليكم اللون. كنضيف جوج معالق صغار ديال سنيده وبين السكر الابيض ما يعادل ملعقة واحدة. نضيف كاس ديال الماء وماء معدني، وكندير المكونات على عافية مهيلة حتى لدرجة الغليان، وطلق ليا الكركديه الحمورية والمكونات اللي طلقوا الفوائد ديالهم في مهيلة. كما كتشوفوا درت المكونات الكركديه بدا كيطلق الفوائد ديالو، المكونات بداو تطلقو الفوائد ديالهم. ضروري ما تغطيو البنات على الخليط باش ما يطيحوش زيت الطيارة، ويحتفظو المكونات بالفوائد ديالهم. فوالا البنات، المنقوع باش نخلطو الحنة واجد كما كتشوفو معايا، طلق كاع الفوائد ديالو والحمورية. تنخليه على جنب وندوز نحضر معكم الحنة. وبالنسبة للحنة ضروري ما تكون من النوع الجيد وتكون طرية باش تطلع لكم الحنة زوينة. غندوز نغرب لها معكم ليكم معايا. تنغرب الحنة. بالنسبة للكمية على حسب عدد الأشخاص اللي غينقشوا الحنة. الا ما كانتش الحنه جديده ما غيطلعش لكم اللون زوين. البنات الحنة من بعد ما غربلتها كما كتشوفوا، كنضيف ليها المنقوع ديال الكركديه من بعد ما تفى. كنضيف شوية بشوية مع التحريك جيدا. خاص يجي القوام كريمي.
حيت الحنه كتشرب وباقي نخليها تخمر. وغنخلي لكم طريقه نقش الحنه للمبتدئات، وباقي نزيد ليها واحد المكون سحري باش يثبت لينا اللون ويخليها اسبوع او اكثر. شفتوا معايا مكونات كلها طبيعيه، ما فيها لا دوليو لا مواد خايبين، مواد كلها من الطبيعه. كما كتشوفوا معايا الحنه ديالي ضروري التحريك جيدا باش ما يلقاوش لينا الكريكبات، ويجي الملمس ديالها بحال الحرير. من بعد ما مزجت الحنه مزيان كنضيف ملعقه ديال خل التفاح اللي غيثبت لينا اللون ديال الحنه، وكيطلع الحنه زوينه وغزاله، كتدوم لينا اسبوع او اكثر. كنمزج مزيان، واحد الريحه ديال الحنه طالعه، يا سلام. هي الحنة ديالي واجدة، تنغطيها بالسلوفان وتنخليها تخمر ساعة أو بيان أكثر، وأبخي فاش كدوز ديك ساعة أو بيان ساعتين تنحركوها من جديد. كتكون الحنة واجدة، نقشو يدينا ورجيلاتنا وبالصحة والراحة. ونخلي لكم هنايا واحد الفيديو ديال نقش الحنة للمبتدئات وبالصحة والراحة، ومعاد إن شاء الله في الوصفات الجايين بإذن الله.